السلام عليكم. اليوم محاضرتنا مبهج الحاسوب المقرر الأول. اليوم محاضرتنا راح تكون حول الستارت. جزء الستارت اللي هو موجود في الركن الأيسر من ديسك بار شريط المهم. المتحدث معكم المدرس محسن محمد علي. أتمنى لكم محاضرة ممتعة معي، وأتمنى أنه إن شاء الله تعودون إلى مقاعد الدراسة. أنا منتسب في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع إلى معهد تكنولوجيا بغداد. إن شاء الله يكون عملنا ملتقن معكم، واللي أتمنى عليكم أي شيء نشرحه نرجع نعيده بشكل صحيح بالتطبيق على حواسيبنا. اليوم راح نشرح من صفحة 121 كتاب مقرر جزء واحد لغاية صفحة 124، يكون شرحنا كله حول محور الستارت. الستارت هي جزء الاكتشاف بالويندوز 7. قائمة ستارت ويندوز اللي هي موجودة بالأسفل من شريط المهام، بالضغط عليها ممكن توصلنا إلى برامج التطبيقات المثبتة الموجودة على حاسوبنا. بالحقيقة هي الجزء اللي يظهر عنا على بشكل بإشارة اللوجو الموجود بالويندوز. هذا بإشارة اللوجو اللي خاص بالويندوز 7 وموجودة بيسار شريط المهام. من خلالها نصل إلى برامجنا المثبتة، من خلالها ممكن أنه برامج التشغيل اللي شغلناها، آخر شيء ممكن أن نوصلها إلى آخره من الأدوات الملحقة إلى. إذن زر ستارت الحالة هذه هو زر الوصول إلى البرامج والعثور عليها والوصول إلى الملفات، وبوجود المساعد زر المساعدة بتسجيل خروج من ويندوز، بتبديل بين المستخدمين، بإيقاف تشغيل كمبيوتر بشكل جزئي، ممكن أنه نستخدم الماوس أو لحاف المفاتيح للوصول إلى بالكليك الأيسر، أو ممكن أن نصل إلى كنترول زائد سكيب. اللي راح نشوفه بهذه الستارت، راح نشوف هنا عندنا حالة البحث اللي هي السيرش، عندنا البرامج المثبتة كلها، وعندنا هنا الأجزاء الأخرى اللي هو هنا الحاسوب والاسم، هنا اللي بعثه، عندنا البرامج الصور الموسيقى الجيمز، هذه آخر البرامج المثبتة اللي هي ريسنت ايتم، والكنترول بانل دائما نوصل من هنا، والهيلب موجود، والشت داون أيضا موجود اللي هي آخر شيء موجود فيه. إذن هي وصول إلى الأجزاء السريع للوصول إلى هدفنا من البرامج. هذه الصورة المصغرة اللي تظهر لنا من خلال فتح جزء ستارت. من خلال جزء الستارت هذا ممكن أن نصل إلى الأول برامج اللي نريدها، ممكن أنه نخلي سهولة وصول شت داون للحاسبة أو نعطيها ريستورت بعدين نرجع نشغل، ممكن أن نصل إلى الهيلب، ممكن أن نصل إلى كنترول بانل، ممكن أن نصل إلى الجيمز، ممكن أن نصل إلى البرامج الملحقة الأخرى. بهالحالة هذه كل البرامج المثبتة عندنا على حاسوبنا الشخصي راح نلقاها من خلال قائمة ستارت منيو. فإذا للوصول إلى أي عنصر من قائمة ستارت منيو، فاللي علينا أنه نضغط ستارت منيو، بالضغط على ستارت منيو نروح على All Programs، من All Programs نروح إلى الأكسسوريز، من الأكسسوريز نروح إلى الجزء اللي أريده. ماذا الأكسسوريز؟ هي البرامج الملحقة أو برامج الأكسسوارات الملحقة اللي أريدها. مثلا أريد أوصل الكمبيوتر للكالكوليتر العفو الآلة الحاسبة، فأقدر أتبع الخطوات التالية، بضغط الزر الأيسر من الماوس على ستارت، وراح يكون هو الشكل الافتراضي إليه. من خلال هذا نضغط على All Program، نلاحظ كل البرامج موجودة، الدرجات موجودة عندنا. هالحالة هذه إذا أريد أن أوصل من خلال الأكسسوريز، الأكسسوريز إنه هذه نقدر نوصل إلى البرامج الصغيرة اللي هي مثل
الكالكوليتر، البين طباسم، النوت باد، الوورد باد الصغير، وهكذا إلى آخره. فحتى نصل إلها مجرد ما إحنا نوصل إلى إكسسوارز السنانة إذا رغبت بالضغط على كالكوليترز راح تنفتح لي الكالكوليترز على سطح المكتب على الديسك توب، أقدر أتعامل وياها. أنتي من عكا أغلقها راح تخفي عندي ما يحتاج بعد فقط الوصول إليها. والكالكوليتر إحنا شارحينها مسبقا، ممكن نوصل إلى الكالكوليتر العلمي ساينتفيك، ممكن نوصل إلى الكالكوليتر اللوجيكال ونتعامل ويا اللوجيك. وهذه كلها طبقناها احنا مسبقا على الكالكوليتر بالأجزاء العملية لما كنا موجودين بالدوام. ايضا قائمة الستارت توفر لي الوصول الى الملفات الاخيرة اللي انا كنت فاتحتها بالحاسبة من خلال هذا الزر، هذه الريزنت ايتم. الريزنت ايتم هي شك وشي اني فتحتها خلال هذا الشغل وانا فاتح الحاسبة راح يكون موجودة عندي. ممكن انه اني اطفي كل هاي الشغلات اللي اشتغلتها من خلال هذا الزر بالرايت كليك عليها واطفيها، وممكن انه اصل وصول سريع من خلال هذا الريسنت ايتم اقدر اوصل الى الجزء اللي احتاجه. لو تفتح الحاسبة بشكل افتراضي طبيعي ما راح تلقى هذا الجزء. ليش هذا ما راح تلقى؟ اذا هذا لازم تفعله منين؟ من التسكبار. اذا لازم حتى تفعله من التسكبار راح نتصرف. يعني هسه هو هذا موجود هنا كل الملفات اللي موجودة اللي انفتحت عندنا، بعدها حتى نفعله ايش راح نسوي؟ نروح الى التسكبار، نروح التسكبار هذا شريط المهام نشوفه، راح نضغط على الجزء البروبرتيز. بالبروبرتيز شوفنا انا عندنا تسكبار ستارت منيو، راح تفتح لنا الستارت منيو. نذهب الى ستارت منيو هنا، نذهب الى كستمايز، من كستمايز بعدها العفو من كستمايز بعدها راح تطلع لنا قائمة. هاي القائمة ننزل بيها الى ان نصل بالبحث مالتنا وياها، بالبحث نصل الى الجزء اللي احنا نريده من خلال هذا البحث. من خلال هذا البحث راح نوصل هذا الجزء اللي هو الريسنت ات. يعني من اشر عليه هذا علامة الصح، مجرد ما اشر عليه علامة الصح هذه راح يظهر لي هذا هو الريسنت ات. يعني هذه طريقة الوصول الى الاشياء والملفات اللي فتحتها خلال شغلي واني في الجزء هذا. انفتحت ان اذا ما احتاج ايضا نفس الطريق هذا بالعكس اروح واشيل علامة الصح، ان انا علمتها بعلامة الصح فممكن تختفي من عندي الريسنت ات. توضح شيء جديد عندنا من خلال هذا، شوف هسه انا موجود كل الملفات اللي فتحناها والى اخره. اذا انا اريد تفريخها اسوي لها انبتي، شرح اسوي في الحالة هذه انه انا ما اريدها هذه الاسماء الملفات، اتبع الخطوات التالية. شرح اسوي من قائمة ستارت اضغط عليها وبالزر الماوس الايمن بالرايت كليك اروح على الريسنت ايتم والقى انطيها انبتي ريسنت ايتم، انطيها ديليت او انبتي. هنا نشوف هذه هنا بالرايت كليك انفتحت عندي، عندي اوبن كلير. فاذا انا في الحالة هذه ايش اسوي؟ كلير انظف كل الملفات اللي انا فتحتها مسبقا بالحاسب. هذه تخفف لي من الذاكرة، تساعدني بغير امور اللي اريد. اذا اريد انه ارجع بالعكس مثل ما حكينا نفس الطريقة هذه اقدر احذفها. اذا ما ردت احذفها مجرد اني اسوي شوت داون للحاسبة هي ماكو مشكلة راح تنغلق من كيف. لاحظ انه اذا انا سويت كلير من هذا الجزء ما راح اخاف على ملفاتي، راح تبقى كليتها بنفس مكانها مجرد ما انهم حذفت التشغيل الاخير. نصل الى الجزء الثاني اللي هو تشغيل وايقاف الحاسوب. تشغيل وايقاف الحاسوب اللي عندنا انه شلون شغل الحاسوب، من زر مالت الباور اللي عندنا راح نضغط عليه راح يبدي حاسوبنا المكتبي يحمل وتبدا عملية التشغيل.
حتى يشغل عندنا الحاسوب عندنا عمليتين زر الطاقة هاي نضغط عليها ممكن انه احنا نشغل الحاسوب او ممكن بعد ما انه شغلناه وكملنا شغلنا به نحتاج هسه الخيار الجزء الثاني اللي هو شت داون اللي هو راح اطفاء الحاسوب بشكل نهائي. بس الشت داون لا ننسى عندنا بها قائمة منسجلة للشت داون، هذه اللي موجودة بكتابكم، هذه اللي كتابكم المقرر اللي هو هنا تبديل مستخدم سويتش يوزر، عندنا تسجيل خروج، عندنا تأمين، عندنا عدد تشغيل الريستور، عندنا السكون السليب، عندنا الهبرمنت اللي هو السبات، وعندنا التشغيل النهائي الإيقاف النهائي للتشغيل اللي هو شد نور وتختفي تغلق كل الحاسبة بشكل نهائي. نشوف الشيء اللي عندنا هسه، هاي السويتش يوزر تغيير حساب مستخدم، هذا إذا عندنا أكثر من حساب مستخدم عرفنا شلون نغيره. عندنا اللوج اوف تسجيل خروج من حساب مستخدم، هذا عندنا اللوك انه نغلق نهائيا بعد ما نحتاجه، عندنا ريستارت نحتاجه مهمة جدا، عندنا بعض البرامج لما نثبتها راح تطلب انه نرست الحاسبة يلا نعيد تشغيلها حتى يثبت عندنا البرنامج بشكل صحيح، وعندنا حالة السليب وضع الحاسوب بشكل نوم، عندنا الهيبرمنت اللي وضع الحاسوب بصيغة السبات حتى تقلل من استهلاك الشحن. هذه اللي موجودة عندنا بالكتاب المقرر اللي عندكم. هنا نعطينا حالة السويتش يوزر، يعني عندنا هنا أكثر من يوزر مستخدم وشون اتنقل بيناتهم حتى افتح السويتش يوزر، ولننسى السويتش يوزر اذا كان في باسورد خاص بي تدخل اسم الباسورد او اسم المستخدم وتقدر تفتح الحاسوب من عنده وتبدل حساب المستخدم. اذا بهالحالة هذه راح نشوف اللي عندنا بالسويتش يوزر شنو الاشياء اللي عندنا. عندنا اللوك اوف اللي هو اطفاء كل الاشياء المفتوحة والخروج نهائيا من الحاسبة، وعندنا الخيارات الاخرى اللي هسه حكينا عنها. الخيارات الاخرى اللي هي اعادة التشغيل اللي هي ريستارت اللي هي كلش مهمة عندنا، معناها غسلت الحاسبة ونرجع لها، وعندنا حالة السليب، وعندنا حالة الهبرمنت اللي هو وضع السبات، وكل واحدة من أسن نشوف أن فرق فيها عن الثاني. لذلك احنا من الضروري انه نعرف المسارات اللي عندنا حتى نقدر نشتغل، يعني هذه المسارات تجينا بالامتحان الجزء العملي ونعرف كل زين شلون راح نجينا، يعني ان تجيك صيغ السؤال كيفية نغير حساب المستخدم من خلال الستارت نروح الستارت، نروح الى الشت داون، ونروح الى السويتش يوزر والى اخره، تسجيل خروج من حساب المستخدم اللوك اوف وغلق اللوك واعادة تشغيل جهاز حاسوب بواسطة الريستور الى اخره. هذه كلها مطلوبة من عندكم انه تنحفظ بشكل صحيح. كل ما نحفظ بشكل مسارات كل ما انه احنا تكون العملية عندنا سهلة. هذه قبل شوية نوهنا عنها اللي هي اللوك اوف واللوك والريستور الى اخره. هنا الايقاف عندنا مال الهبرمنت والسليب اكو فرق بيناتهم، واحدة من عندهم سكون واحدة من عندهم سبات، والفرق بيناتهم انه الاولى هذه احتمال تستهلك لنا من الطاقة، الثانية راح ترشد لنا استهلاك الطاقة. وعندنا جدول معين، هذا الجدول اللي موجود بكتابكم المقرر، ان كل واحدة مهمة مال السليب السكون، مهمة مال الهيبرمنت ايش راح تكون، هذه جدا ضرورية ومهمة انه تنحفظ، عندنا المهمة عندنا المزايا، والمهمة مالتها شو تسوينا، ما تحفظ لنا البرامج بالرام، ما سرعة عند تشغيل الحاسوب، ما تحفظ لنا بالقرص الصلب، هنا تستهلكنا لا تستهلكنا طاقة من الجهاز، والملفات راح تبقى محتفظين بها مثل ما احنا فاتحينه. وعندنا جزء ثاني للمخطط هذا للجدول هذا، عندنا كعدنا عيوب، السليب يستهلك لنا طاقة، هذا يقلل من البطء هذا اثناء تشغيل الحاسوب لما نستعمله، ومن يفضل استخدامه لما اترك الحاسوب فترة قصيرة استخدم السليب، لما استخدم فترة طويلة استخدم الهيبرمنت.
هذا جدول المقارنة كلش ضروري اتحبوا. اذا الشيء اللي شرحناه هذا اليوم هو ما هي قامة الستار، كيف توصل الى العناصر قامة الستار، استخدام قامة ملفات الاخيرة من قامة الستار 8 الى اخره من الشرح اللي شرحناه مسبقا. اتمنى انه اكون اني وضحت لكم بشكل سريع قامة الستار وافتهمنا شنو هي. شكرا جزيلا لحسن استماعكم واصغائكم. الحمد لله والشكر انه حبيت اقدم لكم محاضرة. اشكركم جزيل الشكر على حسن المشاهدة والاصغاء، واتمنى عليكم انه تجتهدون موادكم كليتها حتى نصل الى النجاح. شكرا جزيلا، ممنون تواصلكم معي، ان شاء الله نلتقي المحاضرة قادمة.